ثانية. إلى أين أوصلك هذا الشرود يا شداد؟ إلى طنجة؟ عائشة، إلى عائشة حبيبة أبيها. يعجبني فيك هذا الوفاء لذكرى زوجتك الراحلة يا شداد. غيرك كان تزوج؟ رحمها الله، رحمها الله. أتدري يا بكر، أنا رجل مؤمن وأعرف أن الموت حقنا علينا جميعا، وإنني لأرجو أن تسبقنا أم عائشة إلى الجنة، لكنني لا أشعر أنها غادرتني. أراها في وجه ابنتي كل يوم وأشعر أنها تعيش معنا كل اللحظات. أمن أجل هذا ترفض الزواج مرة أخرى؟ ربما قد لا أدري، لا أدري، قد يكون من أجل هذا وقد يكون من أجل عائشة. من جهة تجدني أتمنى الشهادة كل دقيقة لأجتمع بمن أحب، من جهة أخرى عائشة تشدني إلى الحياة بقوة، لكنني واثق من حسن تدبير الخالق لي، سيختار لي الأفضل لابد. إن شاء الله. حفظك الله وأبعد عنك كل مكروه. هل تعرف يا شداد، أنت والبقية من أجمل ما حدث لي في هذه الحياة. بارك الله فيك يا بكر، بارك الله فيك. الحمد لله. خذ هذه الرسالة واذهب بها إلى سبتة، سلمها للكونت جوليان بيده. أفعل يا سيدتي. كن كما عهدناك أول مرة، كتوما أمينا حذرا، لا يكون لديك شك. خذ هذه. أشكرك يا سيدتي. سيكون لك مثلها عندما تصل للكونت جوليان. اطمئني يا سيدتي، اطمئني. اذهب، ليكن الرب معك. أرسلها على الفور. أمرك أيها الأمير. كيف حال والي القيروان حفظه الله؟ بخير، لكنه غير مطمئن لحرب القوت. معه حق، لابد من إحاطة الأمر من جميع جوانبه. لذلك سأذهب إلى هناك. تذهب بنفسك؟ كأن في الأمر ما لا أعلم. أجل، سأذهب للقاء الأسقف أوباس والكونت سيزوت في إشبيليا لوثق العهد والميثاق معهما، هكذا أراد الأمير موسى بن نصير. حسنا، ومتى سترحل؟ سأرتب الأمر
حيث أمر على طريف ورفاق. علي أن أعد نفسي. ماذا تعني؟ هل أتركك في هذه الرحلة يا طارق؟ هي الصحبة إذن. إن شاء الله. متى ننطلق؟ غدا. غدا إن شاء الله. أرسلت رسالة إلى طريف ليرسل أحدا يحملني إليه. على بركة الله. فداك نفسي يا أبو عمرو، دعني أذهب معك. هذه المرة يا أم حكيم سأذهب إلى جهة مجهولة، ثم أن الحالة مستعجلة. ألن تتأخر؟ بإذن الله لن أتأخر. بإذن الله. هاي أيها الفتى. نعم، هل تريد شيئاً؟ ألا تتذكرني أن الذي أنقذتك في سبتة من اللصوص؟ نعم تذكرتك. أهلاً بك سيدي. ها قد التقينا مرة ثانية، ولكن قل لي ما الذي أتى بك إلى هنا؟ ذاهب إلى سبتة. اجلس قليلاً. جوليان، كيف حال عمك أوباس في إشبيلية؟ بخير، وإن بدا متعجبا من صنيعك. أي صنيع؟ كونك عاهدت ابن زياد، فهو يرى أنهم قوم لا أمان لهم. لا بأس، هو لا يعرفهم كما أنا أعرفهم. يريدك أن تهاجم طارقاً في طنجة وتخرجه منها.
بدلا من أن تتحالف معه. السلام عليكم. وعليكم السلام. الحمد لله على السلامة. كيف حالك يا بكر؟ أهلا يا بكر. أهلا بك. اشتقنا إليك كثيرا. الحمد لله على السلامة. ما بك؟ لما يبدو عليك كل هذا القلق؟ هل ألم بأحدكم شيء؟ لا لا أيها الأمير، ثمة أمر هام يجب أن تعلمه. ما هو؟ قابلت فتى قادما من طليفلة يحمل رسالة إلى جوليان. هل عرفت فحواها؟ نعم، لقد احتلت على الفتى بحيلة مكنتني من قراءتها. ماذا جاء فيها؟ إنها من ابنته فلوريندا، تخبره فيها أنها ستهرب من القصر وتلجأ إلى دير قديم، وأنها محاطة بالمخاطر من كل صوب، وترجوه أن يسارع إليها لينقذها مما هي فيه. حاكم سبتة، هذا الرجل كم هو مبتلى. نتدبر هذا الأمر فيما بعد، علينا أن نذهب الآن. هيا. الطيور طيبة، الطيور طيبة، والدجاج طيب، لكن السمك أطيب. لقد وفقنا الله بصيد وفير. ما يزيد عن حاجتنا، نبيعه في السوق. الطيور طيبة والدجاج طيب. كل ما أريده أن أبحث عن ضياعي وأملاكي، أحوزها وأبتعد عن هذا الصراع كله. وعرش أبيك ألم تبحث عنه؟ قررت أن لا أبحث فيما لا أمل فيه. أنت هكذا دائما، كلما استصعبت أمرا بحثت عن غيره. أين همة الشباب فيك؟ إن أضطر لها سأستخدمها. قد لا تجد فرصة أخرى. سيدي، شاب من طليطلة معه رسالة لك. سيد الكونت، معي رسالة من الأميرة فلوريندا. جهز الفرسان، ننطلق فورا. أمرك سيدي. ما الأمر؟ ما بها فلوريندا؟ سمك بحري طازج، سمك بحري طازج، سمك بحري. اسكبي الماء يا شداد. أهلا بشيخنا.
الحمد لله على السلامة. أهلاً نصيبكم مما تأكلون. السلام عليكم أيها الأبطال. شيخنا. أهلاً بالأمير. حردان. كيف حالك؟ الحمد لله. طارق. طارق. كيف حالك؟ ماذا عن تحركات لذريق؟ لم يعد لذريق بعد إلى طليطلة، ما زال في الشمال، ويبدو أن إقامته في الشمال ستطول. وما هي أحوال الناس هنا؟ الناس في حالة يرثى لها. أرى سخطا شديدا من العامة، ولكنهم لا يتكلمون أو لا يجرؤون على الكلام. هكذا حال عامة الناس، يغضبون ويسخطون دون أن يتجاوز غضبهم صدوره. عامة الناس فيهم الخير الكثير، لكنهم ينقصهم من يقودهم، ولا بد للنوازل من رجال. علينا أن نبحث عن هؤلاء الرجال. ابحثوا عنهم، ستجدونهم في الطرقات وفي الأزقة. أفعل إن شاء الله. أحضرت لك شيئا. هذه أسلحتهم. نعم، لكل سلاح حكاية. أحسنت يا طريف، هذه الأسلحة سننقلها إلى طنجة. أما الآن ثمة أمر هام جدا عليكم القيام به. سنكون عند حسن ظنك. خيرا. ستذهبون إلى طليطلة، تسابقون الريح حتى تصلوا إلى القصر. ماذا نفعل في القصر؟ القصر هناك أمر لم أخبرك به يا أبي. وما هو؟ بعض أهالي القيروان بدأوا يتذمرون من كثرة توافد اللاجئين إلينا. لا حول ولا قوة إلا بالله. ألم يعلموا بأن أفضل الناس أنفعهم للناس؟ ألم يسمعوا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ صلى الله عليه وسلم. فوالله لا يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من حمر النعم. صدق رسول الله. لا نتوقف هنا قليلاً كي تستريح الخيول يا طريف؟ يجب أن نصل قبل الآخرين. أي آخرين؟ أنا لا أفهم شيئاً. ستفهم فيما بعد يا نسيم. هيا. هل أقترب من أسوار القصر؟
لا، اذهب إلى تلك البوابة لنراقب أكثر. هيا. ماذا هناك يا نسيم؟ إنها قادمة. تأخرت علي؟ لا أبدا. خذ هذه لك. شكرا سيدتي. هيا بنا. يجب أن لا تغيب عن نظرنا يا نسيم. هيا بنا. أيها الأب أوباس، نحن نعلم عنكم أنك رجل حكيم وأنك كنت تسير على نهج الملك غيتشا، لكن لوذريق اغتصب عرش البلاد وعاث فيها فسادا ونكل بكم وسلبكم أموالكم وامتيازاتكم وما تحت أيديكم من صفايا الملوك وغيرها. ولكنكم لا تدخلون بلادا إلا وتقيمون فيها وتدعون الناس فيها إلى دينكم، ثم لا تلبث البلاد حتى تصبح ولاية تابعة لدمشق. يقول الله عز وجل في القرآن الكريم: لا إكراه في الدين. ويقول أيضا: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إن الإسلام أيها الأب أعطى الإنسان حرية اعتناق العقيدة. ولكن ما الذي بوسعي أن أقدمه لكم؟ أنت الآن سيد آل غيتشا وكبير، ولك يد على الأمراء والنبلاء منهم، وخاصة الكون سيزوت. نحن أيها الأب لا نريدكم أن تقاتلوا معنا، نريدكم أن تبقوا على الحياد. وما المقابل؟ ستعود إليكم كل امتيازاتكم وأملاككم، وسنزيد عليها ولاية المدن لمن هو أهل لها منكم. ولكن اسمح لي أيها الأمير، ما الذي يجعلكم واثقين من النصر؟ أيها الأب، للحرب حساباتها. نحن واثقون من النصر،
ثم هب أننا لم ننتصر على لوثريق، سيبقى هذا الاتفاق بيننا ولن يصل إلى لوثريق أو إلى أعوانه. مولاتي، أين فلوريندا يا شيشبرت؟ لابد أنها في غرفتها، لم تبارح القصر. ليست في القصر، لابد أنها هربت. لكنها كانت نائمة في جناحها ولم يرها أحد من الحراس تغادر القصر. لم تكن هي، بل كانت وصيفتها وقد تنكرت بثيابها. الويل لها مني إن كانت قد فعلتها وهربت. تعال. عليك أن ترحل قبل أن ينتبه أحد لك. ألا أبقى حتى أطمئن عليك يا سيدتي؟ لا، لا علي، سأتدبر أموري. تفضل يا بيلا. أين ذهبت سيدتك يا بيلا؟ لا أعلم يا سيدي. تكلمي يا بيلا، تكلمي أيتها الجارية، أين ذهبت سيدتك؟ وإلا أخرجت روحك من جسدك. قلت لك لا أعلم، خرجت من الغرفة ولم تنطق بكلمة واحدة. بيل، قلت لك أن تتكلمي. تكلمي. قلت لك لا أعلم، لا أعلم. تكلمي، وإلا جعلت خنجري هذا يقطع كل شرايينك. تكلمي. لا يا سيدي، سأخبرك، سأخبرك. هدئي من روعك يا ابنتي. أريد بعض الماء. حسناً. إيه ده؟
تخف أيها الكاهن، لم نفعل هذا إلا لأجلها. أعذرنا. لما توقفنا يا سيدي؟ أظن هذا الطريق هو الأقرب إلى الدير القديم. ما الأمر؟ لقد هربت فلوريندا. هربت؟ نعم. ولما هربت؟ منذ فترة يا سيدي وهي تحاول الهروب، ورغم حرصي إلا أنها تمكنت من خداعي وهربت. ظننتها جاءت إلى هنا. هنا؟ ولم تأتي إلى هنا؟ هي لا تعرف أحداً هنا في طليطلة إلا هذه الكنيسة. لم تأتي إلينا مطلقاً، ولكن وصفتها بيلا أكدت أنها ستختبئ هنا. لو أتت فسوف آتيك بها. هل لنا أن نفتش؟ هذا؟ تفتش الكنيسة؟ المعذرة يا سيدي، الكنائس لا تفتش ولا يدخلها الجنود. أعتذر منك أيها الأب، سنبحث عنها في مكان آخر. هيا. تفتش الكنيسة؟ إذن فعلتها ابنة جوليا. بسبب استقرار الأمور داخل الدولة فقد زادت الحركة العلمية في ربوع البلاد، لا سيما حركة الترجمة. صدقت يا أمير المؤمنين، فالشعوب التي ليس لديها شيء في العلوم الشرعية لديها في العلوم الطبيعية والرياضية أشياء. هذه يكرم الله بها المسلم وغير المسلم، كل حسب اجتهاده وتعبه. لا فض فوك يا أمير المؤمنين، لكني أراك متوجسا، ويبدو أن توجسك ريبة من ترجمة الكتب من دون رقابة، وأنا في هذه أوافقك الرأي. كي لا يدخلها إلى بلاد الإسلام والمسلمين فتن تثير البلبلة والبدع. لا عدمنا سرعة بديهتك يا أبا أيوب. ألا يكفينا ما بثه عبد الله بن سبأ اليهودي من أكاذيب؟ عدا الخوارج وما جرهم من ويلات على أمة الإسلام. جزاك الله خيرا يا أمير المؤمنين. أين عساها تكون قد ذهبت؟ أين يا مارك؟ لا أدري يا سيدي. هل رأيتها مرة خارج القصر؟ لا أبدا، لم تخرج إلا إلى الكنيسة. وهل ذهبت لمكان آخر غير الكنيسة؟ لقد طلبت يومها أن آخذها إلى الدير القديم. دير؟ أي دير؟ الدير الذي كان كنيسا يا سيدي. وأين يقع؟ في الطريق الخلفي للمدينة. لما لم تقل ذلك يا مارك؟ هيا لننطلق إلى الدير. هيا. انتظرني هنا.
الشرين ده؟ لوريندا، أين فلوريندا؟ أين هي ابنتي؟ لقد اختطفوها. من اختطفها؟ لا أعلم. من الذي اختطفها؟ ترى هل أصابها مكروه؟ من اختطفها؟ هذا ما علينا أن نعرفه. هذا هو الدير القديم؟ أجل يا سيدي، علينا أن نبحث في الداخل، ربما تكون مختبئة هناك. انتظروني هنا. بأمرك سيدي. ليست بالداخل، يبدو أن هناك غيرنا من نبحث عنها. بالتأكيد. ذاك اليوم كنا فوق هامات البلاد، وخلافة كالنبت مدت جدرها والنور زاد. نادت جبال الريف الطارق حينما التفت الجواد، وشجرة الأرجان شاءت لو تكون من العتاد. أمامنا كان بحر وخلفه مدير عين تلحاتي بها، يزمه بالرعاد والصبح بلاد. جئنا لننشر بالخلافة رحمة للعالمين، لمعت على أعتاب عز فخره لا يستكين. نار على علم يطل بريقها فوق الجبين، من نفزة فيها الشموخ كمثل أطلس لا تلين. كتائب وأصالت في حب ما يؤمن أمجاد السبيل، وقد أنت أحصى
نرتاح فيها نحو المصير المنتظر، والخيل يعلو بالصهيل ولا يفكر في المفر، ويدور عزما بالفوارس حين قائدهم ظهر، والقائد العربي لا يلقاك إلا انتصر.